نحن والله نحن اصلا ما جينا لفتنه ولا ناس فتنه، نحن جينا نوري الناس الحقيقه الموجوده في القران. وفي ناس ما دايرينها. ليه ما دايرينها؟ في ناس دايرين يعبدوا الشيوخ ويعبدوا القبب ويعبدوا الاضرحه، انتوا عارفين السبب شنو؟ النازل كثير منهم عارفين اللي بيسووا فيه ده غلط بالمناسبه، بالذات الشيوخ الكبار. لكن ليه بيقاتلوا وما دايرين الشغله دي تتكشف وفضايحهم تتكشف؟ السبب شنو؟ السبب انه الشغله دي جايبه لهم اموال كثيره وجايبه لهم مصالح كثيره، مصالح بطن واشياء شهوات فرد وغيره، جايبه لهم مصالح. عشان كده كلامنا ده بالنسبه لهم حار، مع انه ده القران والسنه. ما دايرين ونحن ما بنخليك، نحن اصلا ما بنخليك. زي ما قال المثل شفت شنو كده معلق فيه، نحن شغلتنا دي ماشيه بفضل الله عز وجل، ما بحولنا ولا بقوتنا، عرفتها؟ لانه ربنا قال وان جندنا لهم الغالبون. الموحد هو اللي بيغلب. انت بتخاف من شيخ تجي تخوف موحد؟ مش شيخ. بتخاف من قبه طوب زي طوب تخاف منها، قلبك يرجي برر من الطوب. يا يعني خلي قبه فيها بكي، في قبه ما فيها بكي ذاته بيان. حبوبتي حلمت ام حبوبه جد خاله ام حبوبه جدها انه هنا في بيان، يعلقوا عالم اخضر مشرط الهله كلها تخاف وترقص من البيان ده، قبه وما فيها فكي تخوف الناس، اي خوف الموحدين. فنحن ما ناس فتنه ولا الناس مشاكل، نحن ناس علم. عرفتم؟ لو في اكبر زول من شيوخ الطرق ديل عنده علم اللي بيقدر يناقشنا اللي يجي. اما اشاعات في الجرائد واشاعات في الفيسبوك والواتساب ويستعينوا بالصحفي الكذاب، وانا بنجم بس خليهم ولا حد يجي. ان شاء الله نجم لك نجام عجيب، انا ما منتظر بس شغله تنتهي ان شاء الله بعد ذاك تتنجم. جاي تغش انا يا صحفي يا كذاب، اصبر بس خلي الاسبوع الجاي ان شاء الله تعالى. المهم خلونا في الموضوع. يا ناس التوحيد ده حار، ونحن ما قلنا لهم شيء، لا قلنا لهم تعال اعبدوا شيخنا، نحن لو قلنا لهم خلوا شيخكم وتعال اعبدوا شيخنا اللي شاكلونا، صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح ولا ما صحيح؟ اللي زعلوا، نحن قلنا لهم خلوا شيوخ، كان شيخنا ولا شيخكم في العباده؟ اعبدوا الله عز وجل براو. الناس زعلانه ليه؟ لانه كلامنا ده حسب ظنهم الفاسد بيقطع لهم مصالح واموال ثقيله وعربات وكروزرات. في ناس بيجيبوها لهم بيهدوها لهم بيصرفوها لهم، لانه ده عامل فيها ولي وعامل فيها فكي وعامل فيها بيعلم الغيب، وداك عامل فيها بينزل المطر، وده عامل فيها بينزل الجنة، وده كله باطل. ليه؟ لانه ده كله لله ما للشيوخ، لله. ربنا قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمين. ده شغل ربنا، ما في احد يشارك الله عز وجل. المطر بينزل ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال وانزلنا من المعصرات، المعصرات السحاب تعصر بعضها بعضا، ربنا انزل منها المطر. ربنا قال وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا. ضحك ربنا، قال دار يشاركوا ربنا في ملكه، نخليه؟ والله نتكلم عنك جوا عينك جوا عينك، عرفتها؟ وتدقز اي شيخ طريقه، اي شيخ طريقه، دكتور، بروفيسور، استاذ في جامعه، غيره، شيخ طريقه، دجال، مشرك، دار يناقشنا ويناظرنا في الكلام ده بفضل الله، يا زين تب بفضل الله عز وجل. واي مناظره خشوه مع اخواننا ديل انجغموا ولا ما انجغموا؟ انجغموا في التلفزيون، انجغموا في قناة جون، انجغموا اس اربعة وكم، انجغموا الجريدة، انجغموا تجي الحلقة، تجي الجامعة، تجي اي حتة بتنجغم. لا، لانه انت ضعيف، مش نحن اقوياء، انت ضعيف. وما يحمل مع اخواننا من الكتاب القرآن الكريم والسنة الصحيحة النبوية المطهرة هو القوي. بنتحدى بها الكرة الارضية كلها، جبال، انهار، وحوش، غابات، شيوخ طرق، قبب، اضرحة، قبور، كلهم بنتحداهم بالدين ده.